دير القديس أنبا مقار ببرية شهيد، سلسلة وعظات على أناجيل أيام الصوم الكبير عام 1981 لقدس أبينا الروحي القمص متى المسكين، وهي كلها تدور حول موضوع واحد هو هجرة المسيح إلى الحياة الأبدية. تقع هذه العظات في 7 شرائط، هذا هو الشريط الثالث، ويحوي عظات على أناجيل قداسات أيام الاثنين من الأسبوع الثالث والثلاثاء من الأسبوع الثالث. أرت معلمنا ماري لوقا البشير بركاته على جميعنا. ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال بل على المنارة لينظر الداخلون النور. سراج الجسد هو العين، فإذا كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيران، وإذا كانت شريرة فجسدك أيضا يكون مظلما. فاحذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم فكل شيء يكون نيران. كما إذا أضاء لك السراج بلمعانه القدس إلى الواحد أمين. إنجيل هذا الصباح تتركز فيه الآيات وتتداخل بصورة شديدة جدا، ذلك يصعب التعبير البسيط عن إنجيل هذا الصباح بمفهوم واحد. فإذ نجد الآيات تتداخل يلزمنا أولا أن نلقي بنظرة متسعة للخلفية التي فيها انجمعت هذه الآيات كلها. فهو هنا يتكلم عن النور، ويقول أن النور يوضع على منارة، فطبعا التأويل الأول والأبسط أن النور هنا هو المسيح. فهنا الآية تتداخل في الآية التي تقول أنا هو نور العالم، ثم يقول أن النور لا يوضع تحت مكيال أو لا يوضع في خفية، في خفية أي في ظلام، أي في كريبتون اللي هو الأب والمظلم. فهنا أيضا يتجه فكرنا مباشرة إلى قول الإنجيل في الرسائل عن أن المسيح هو رأس الجسد، موضوع على منارة، أعلى شيء في البيت لكي يضيء لكل الداخلين. ثم يتكلم عن السراج، يعني السراج غير النور خالص، النور شيء مطلق، السراج آلة للإضاءة. فهنا لابد أن ينفك هذا الاشتباك ما بين مفهوم النور المطلق الذي يوضع على المنارة والسراج المصباح الذي يوقد باليد. ثم يبتدي يشبه السراج بشيء يوضع في الجسد، وعلى طول يتجه مباشرة ناحية العينين، جعل إن العينين سراج للجسد أي يضيء له.
هنا التشبيه صحيح، العين مش نور ولكن آلة لاستقبال النور، فلو ما فيش نور العين تقف ما تشتغلش مهما كانت قوية وسليمة. وبعدين يرجع يقول إن كانت عينك بسيطة، وكلمة بسيطة هنا يعني صحيحة في الحقيقة، لأن البسيط الله بسيط، والبساطة هي النقاء المطلق عدم التركيب، المفهوم الفلسفي بتاعها البساطة عدم التركيب، الله غير مركب فهو بسيط بساطة مطلقة كلية. فالبساطة تفيد بنوع عميق جدا مفهوم الصحة، العين البسيطة هي العين الصحيحة. ثم يعود يتكلم عن العين الشريرة، الأصل اليوناني بتاعها يفيد معنى عدم الصحة أو المرض، والاتنين بيتلحموا في المفهوم الآبائي. يقول لك إيه الأوجاع، أوجاع النفس أي أمراضه، أوجاع الجسد أي أمراض وشهواته، فإن الأوجاع بتترجم أمراض. فالمرض والوجع رجع عبر عنه تعبير مرادف الشر فعلا، لأنه كل مرض أصله شر، وخصوصا إذا كان بمعنى الوجع، والوجع بمعنى الشهوات أو أمر، يعني مثلا الكبرياء مرض، مرض للنفس، النهم مرض للنفس والجسد أو الحنجرة. فبيرجع يقول العين الشريرة، هنا العين الشريرة بمفهوم أنها عين غير بسيطة غير صحيحة، والعين الغير صحيحة تتسبب في أن الإنسان ما يشوفش، يبقى الجسد كله كأنه في ظلام. العين الشريرة أو العين الغير سليمة والمريضة بتلغي النور، يبقى النور موجود وملغي ملوش وجود. الإنسان اللي عنده انفصال شبكي يقول ايه انتوا قافلين الشبابيك ولا ايه؟ يقول لا ده احنا فاتحين الشبابيك. يقول الشمس ما طلعتش النهارده؟ يقول لا الشمس طلعت. فهو لا شايف شمس ولا شايف نور خالص، العين مريضه. فالعين المريضه تنفي وجود النور، يبقى النور موجود وتنفيه، تقول ما فيش نور. هنا التطبيق شديد وقوي وجميل جدا جدا. ابتدى يكشف الانجيل، هنا انجيل مستيكي بصوره شديده جدا، كل آية حاطط لها المقابل الروحي بس في خفية، فدقة متناهية علشان الإنسان يفصل الآيات عن بعض. فالنور المطلق وأداة النور المصباح، النور هو الصحة وعدم النور اللي هو الظلمة هو المرض. المصباح يضاء فيستقبل النور وينير في نفس الوقت، ولكن هو من ذاته مش منير، لأن مصباح إذا كان أنديل أو شوية زيت وحتة فتيلة، أو إذا كان مصباح جاز أو شوية حديد ما فيهوش نور، وشوية الجاز اللي جوه تحط صبعك فيه تلتقيه ساقع ما فيهوش حتى حرارة. حتى المصباح الكهربائي يعني إما سراش فيه طيار الكهرباء ما ينيرش، فهو أداة نور ولكن ليس نور. كل هنا تشبيه على طول بينطلق منه الإنجيل ليقصد هدف، بس الهدف مش سهل الوصول إليه من كل آية. هو ركزها في الآخر وقال فاحذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما، اللي هو أداة النور والنور نفسه، لأن أداة النور بتستقبل النور. فإحنا عندنا أداة نور، ف إذا كانت أداة النور ما بتستقبلش النور يبقى الظلمة ستسود الجسد كله، وهيوري. فإن كان جسدك كله نيرا، ده في حالة إذا كان مداخل النور سليمة، هيكون الجسد كله نير أي ليس فيه مرض، هتبقى نفس الأعضاء الأخرى، اليد ليست مريضة ولا الرجل ولا بقية الأعضاء. هنا الآية تهدف من بعيد أيضا، إن أعثرتك عينك اقلعها، إن عثرتك رجلك اقطعها، إلى آخره. تركيز شديد، يعني الإنجيل ده جامع على الأقل 30 آية، يعني لما قعدت ألف كده شيء مهول يعني علشان أجمعهم كلهم
ساعات طويل علشان اقدر اوفي الانجيل ده حقه. فان كان جسدك جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم فكل شيء يكون نيرا. اذا كان واسطة استقبال النور، وهنقول ايه هو النور في مفهوم الروحي، سليمة، فجسدك كله يكون نير. اذا كان جسدك كله يكون نير يبقى كل شيء يكون ليك نير خارج عن جسدك ايضا، كل شيء طاهر للاطهار. او زي ما بيقول الله نور وليس فيه ظلمة البتة. هنا مستلف القديس يوحنا مستلف من انجيل هنا. فان كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم، ليس فيه شيء مظلم البتة، ده مفهوم النور المطلق في المسيح اللي احنا بناخده كما هو، بالرغم من ان طبيعة النور تختلف اختلاف كلي عن طبيعة المصباح، ولكن ممكن ان المصباح ينير ويأخذ النور. دي المعجزة اللي تمت بالمسيح وفي المسيح من اجلنا، ان هو اللي هو النور، نور العالم، جه واستطاع ان يضيء في الظلم. الظلم هنا بمفهومها الانجيلي هنا في الحقيقه مفهوم عام في العالم وفي الجسد، لان النور لما جه والتحم بالجسد صار الجسد كله نيرا وليس فيه شيء مظلم البتة، اللي هو جسد المسيح. فبعدين احنا بناخذ هذا النور في طبيعته دون ان يتحول الى طبيعتنا، يعني بيبقى هو طبيعه النور جوانا، ودي اللي بيسميها الانجيل شركه، شركه في النور، شركه المسيح او في طبيعه المسيح، شركه في طبيعه الله. يعني ما بناخدش الطبيعه لتصير فينا طبيعه، ولكن نشترك فيها، ناخذ من خيراتها. فالنور بيدخل جوه الانسان والانسان ينتفع بنور المسيح فيصير كل شيء له منير. في الحقيقة بعد ما غطيت بسرعة الخلفية الإنجيلية، أنطلق مرة أخرى لرحلتنا السعيدة في صوم أو موسم الصوم المقدس، لنتأمل قيمة الإنجيل ده في مسيرتنا السرية الداخلية. أنا قلت إن الطريق داخلي قبل كده، هنا برضك النور داخلي بمفهوم البصيرة الروحانية. هنا السراج في الحقيقة اللي بيتكلم عنه هو الضمير، هو القلب، سراج الإنسان، لأن من قلبك الصالح تخرج كل الصالحات. وفي الحقيقة لو كان القلب نقي ومش مريض العين هتبقى على طول نقية ومش مريضة. فاللي بيغذي العين هو القلب. يعني في ناس بتحاول كتير قوي إن عينها تبقى طهرة وما تقدرش، يقول لي بقى أعثر ومش قادر لغايه دلوقتي اضبط عيني، وعيني بتعثرني جدا، اعمل ايه؟ في الواقع التركيز هنا ما يكونش على العين، يكون على القلب. لسه القلب بيميل الى ظلمه هذا الدهر. اللي سبق الانجيل وبرضك وتكلم عنها ان هو جاء الى خاصتي وخاصته لم تقبله. ليه؟ لانهم احبوا الظلمه اكثر من النور. الظلمه هنا بمفهومها العالمي والجسدي، بما فيه العالم من شهوات وامجاد دنيويه، والجسد من ملذات وقتية مائتة. فبالنسبة للسائر على الطريق وبالنسبة للإنسان الذي يجاهد في الصوم لكي ما يتقدم في طريق الملكوت والحياة الأبدية، هنا الإنجيل بيضع له اشتراط هائل، أنك مش ممكن هتشوف الطريق وتسير في مسيرة مستقيمة إلا إذا كانت أعضاء استقبال النور الإلهي سليمة. وأعضاء استقبال النور الإلهي وشبهها بالعين، إنما هي مش العين. في الحقيقة العين الواحد لما بيشيخ تبص تقول عنده مية زرقاء أو مية بيضة، في الحقيقة اللي بيحصل إن الأغشية العادية دي اللي بتستقبل النور بتشوف كل شيء بيحصل لها تليف، العدسة بتاعت العين اللي هي شفافة جدا تصبح مليفة، الخلايا تنشف وتتصلب وتجف، فعلى طول يتحجز النور ما يدخلش جوه العين، فيصير الدنيا ضباب وما الإنسان يمشي يخبط في الباب أو يخبط في الحيطة.
هنا المسيح بيوعينا يقول اوعى النور اللي فيك يبقى ظلام، اللي هو الضمير استقبال معرفة الله. مصباح الإنسان هو في الحقيقة قلبه وضميره، ده بيحتاج للاستنارة اللي اتكلمنا عنها في البستان أول امبارح عن الإفراز. الإفراز لما سألوا أنبا أنطونيوس وقالوا له إيه الفضائل أفضل، الصوم ولا النسك ولا الرحمة ولا ولا، قال لهم في الحقيقة كل الحاجات دي كويسة، ولكن إما كانش في إفراز كل هذه ما تشتغلش أو تشتغل بالعكس. الإفراز هو هو فعلا اللي بيتكلم عنه الإنجيل النهاردة، اللي هو مصباح الإنسان، الضمير المستقبل لصوت الله. فإن كان الإنسان في داخله استطاع أنه يتنقى ويتطهر ويدخل شعاع النور بالكلمة جوه القلب، توسط القلب يستنير، يدخل النور مع الحرارة الإلهية، وينفعل الإنسان جدا جدا، والأشياء اللي كانت مشتهاة تصير غير مشتهاة، والأشياء الشريرة اللي كان يخاف ويرتعب منها تصير أمامه وكأنها طاهرة لا تسير ولا تستسير في شيء. في الحقيقة ده أساس المسيرة، أساس المسيرة العين. الرجل الضرير ما أقدرش أقول له سافر لوحدك من هنا للقاهرة أو من هنا للندن دون أن تستشير أحد، لأن في الحقيقة الطريق زي ما قلت لكم طريق داخلي، وكل إنسان له طريقه ومحدش يقدر يوري الطريق للآخر، صعب جدا، لأن كل إنسان له متعبه، كل إنسان له عراقيل خاصة، له صعوبات، فطريقي غير طريقك، فمش ممكن أنا أقود إنسان في طريقي أنا، لازم المسيح في بنتقابل، أنا هو الطريق في المسيح، بنتقابل بواسطة هذا النور الإلهي فيكشف لنا ويكشف لكل إنسان لي ولك، يكشف العثرات ونتلافاها. فالإنسان المسافر على طريق الحياة الأبدية، الطائر الخفيف المهاجر من البلاد البعيدة، ما يقفش لما الدنيا تظلم، بيفضل طاير، ولا يقف لما يبقى فيه ريح، بيفضل طاير، عنده الميكانيزم، عنده القدرة الحركية انه يتلافى الريح، وعنده القدرة الباطنية استبطان الطريق، مش من عينيه يبقى مغمض وما يشي بالزاوية مظبوط ويوصل بعد مدة مديدة 15 يوم يوصل للأرض اللي ذهب له وما كانش يعرفها قبل كده، مش بعينيه ما بيشوفش بالليل، شوف طول الليل الدنيا ظلمة وسحب كثيفة وهو ماشي في وسط السحاب كمان، يعني لا شايف فوق ولا شايف تحت ولا نجوم ولا شيء، ولكن في داخله مصباح إلهي بينير له طريق الحياة لكي لا يفنى جنسه. هكذا الله أضاء لنا الطريق، طريق الحياة والخلود، وسلمنا الكلمة الإلهية في قوتها، الكلمة بتخلق لها الضمير وبتخلق، هي اللي بتهذب لها المصباح الداخلي. كلمة الإنجيل، الإدمان على كلمة الإنجيل بتكون كلمة على كلمة تصنع مصباح، هو ده المصباح، هو ده الإفراز، هو ده العين الداخلية التي ترى في وسط الظلام الحالك، ظلام التجارب والألام والهموم والمظالم والأتعاب والأمراض، يفضل إنسان ماشي بنفس السرعة، ما يتوقفش أبدا على طريق الخلاص والحياة الأبدية. مصباح مضيء مشتعل، مصباح العذارة مشتعل، مشتعل بإيه؟ بنور الله. هنا الإنسان في الحقيقة، يعني في أباء كتير قوي منهم إبراهيم السرياني يتكلم عن المصباح إن الزيت اللي فيه هو النسك، وتاني مثلا يقول لك لا دي النعمة، وثالث يقول لك لا دي أعمال الرحمة، بردك هيفضل يتخانقوا زي الروبان بتوع أنبا أنطونيوس. في الحقيقة المصباح هيفضل مصباح ولا ينورش، ولكن القيمة النهائية والعظمى في المصباح والنور اللي هيدخله. فإن كان اللي فيه مهيأ للاستنارة هاي يضاء، يعني افرض فيه زيت ولكن غير قابل للاشتعال مش هينور، اسمه زيت مزيف،
نسك مزيف، تواضع مزيف، محبة مزيفة مخلوطة بالشهوة ديا، الشخص يتهيأ له ويتهيأ لمن حوله انه مجاهد وبيجمع في مصباحه نسك وسهر ومطنيات وقرع صدر وتواضع وانحناء رأس وصوت واطي وكل شيء، ويتهيأ لينا ان الانسان ده بجمع زيتا. ابدا انت زيت مزيف، لما يجي يقتربه الكلمة تحرقه فتنطفئ الكلمة ولا ينير ولا يستنير. في الحقيقة بيعتمد المصباح اعتماد كلي على الكلمة هي اللي بتنيره. فلما بيقول فاحذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما، النور اللي هو الضمير اللي هو الوعي الروحي مظلم، ما هواش مبني على أساس الإنجيل والرسل والمسيح نفسه على طول، يبقى هنا النور ينتج ظلام. معرفة ومعرفة وذكاء هائل وقدرة مدهشة بشرية، ويتهيأ لنا أن القدرة دي تستطيع أنها تنشئ نور. أبدا ما تقدرش، ده نور مزيف، نور مظلم، نور عكسي يخدع الإنسان أن في نور وهو ظلمة. يعني زي برضك المثل هنا بيسحف على المثل اللي قاله المسيح قبل كده، دعوهم إنهم عميان قادة عميان، إن كان أعمى يقود أعمى فكلاهما يسقطان في الحفرة. هما مش عمي نظريا أو بالعين يعني، ولكن العمى هنا هو إن ما فيش الوعي الروحي اللي بيكشف الطريق الضيق، وده بيبان جدا. يعني عاوز اختبار ترمومتر ادولك في ايدك، هل انت لما بتقابلك ضيقة بتبقى فرحان ولا حزنان؟ بتنحصر وتضايق في نفسك؟ يبقى لسه البصيرة ما اشتغلتش، يبقى قوة الافراز والمصباح ما ضاقش. العلامة الوحيدة والاكيدة ان هو المصباح يضيء فين؟ في الظلمة. انا ما تجيش مصباح وتقول لي اجربه في نور الشمس، ما يبانش اذا كان كويس ولا وحش ولا نوره ملقلق ولا لا، ولكن يبان لي في الظلام. المصباح الوعي الروحي، ضمير الانسان المهذب بالكلمة الالهية، النور الحقيقي يبان في الضيقة، يبان في الحزن، يبان في المرض، يبان في الـ في الـ في الآلام النفسية، الآلام الجسدية، في الحرمان، في الجوع يبان. إن كان في إفراز هيبان، إن كان في مصباح منير هيبان. لذلك المسيح بوعي، وإحنا بناخد الوعي ده في الموسم المبارك ده ونطبقه على طول، خلفية صالحة لينا جدا. بقول احذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما، لأن ده مرعب جدا، يبقى مفيش أمل. ولكن لو مفيش نور خالص، ظلام في ظلام، ممكن يتولد مصباح تاني كويس مضيء، والإنسان يتوب عن الإدراك والوعي الخاطئ ويصلح نفسه. ولكن إنسان توهم وأوهم الآخرين إن عنده مصباح وإن عنده استنارة وإن عنده إفراز، هي دي اللي اتك عليها وقال أعمى يقود أعمى. هنا في وهم، هنا في تزييف، ان في نور وما فيش نور، في مصباح وما فيش مصباح. أداة النور وآلة استقبال النور الإلهي والحق الإلهي وآلة استقبال إيحاء العفة وإيحاء القداسة وإيحاء اللطف والتحنن وطول الأناة والصبر والاحتمال والبذل، الأداة اللي بتستلقط أشعة النعمة الإلهية، إذا كان الأداة دي موجودة وبتلتقط الحق الإلهي والنور الإلهي التقاط صحيح لأنها سليمة، خلاص يبقى النور اللي فينا منير، ينير ويستنير أولا وينير آخرا، لأن أنتم نور العالم. بردك سحب الإنجيل هنا ساحب على أنتم نور العالم. هو نور العالم بإيه؟ ليروا أعمالكم الصالحة. الأعمال باخدها بإيه؟ بقوة الله وبنعمته. فالأعمال دي بتكشف عن نور الله اللي موجود جواه القلب، بيوري البصيرة النيرة. الحقيقة الإنجيل كله بيتركز أخيرا في الكلمة اللي أنا بقولها لكم، احذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما. هذا موسم مراجعة، موسم مراجعة الوعي الروحي على مستوى النسك والصوم. الصوم يكشف الإرادة الجانحة ناحية الشر قوي قوي، يكشفها خالص.
بعكس البطن الممتلئة الخيالات والظنون بتبقى مغطية الوعي فالإنسان ما يقدرش يكشف. إنما لما يجي يصوم زي ما بيقولوا الآباء القديسين إن أردت أن تمسك أي فضيلة فابتدي بالصوم. ليه؟ هيوضحها قوي ويكشفها قوي ويرغبك فيها قوي. الصوم أساس زي ما قلنا الوسط اللي فيه بيتحرك الإنسان الروحي والمؤسس عليه الطريق الضيق كله والصعد إلى السماء، ده الصوم. الصوم بيكشف المصباح الداخلي، وإذا كان ضعيف بينكشف. فالإنسان يهوى الكلمة جدا ويشتهيها في الصوم، لذلك الآباء حبذوا الصوم مع الصلاة، وبتسمعها في القداس في صلاة القسمة، الصوم والصلاة الصوم والصلاة الصوم والصلاة. فعلا الصوم بيكشف الوعي الروحي وعمقه، والصلاة بتعدل وتضيء تزود الاستنارة تزود الإمكانية. ففي إنجيل هذا الصباح يحذرنا المسيح وهو النور الحقيقي أن نلتفت إلى المصدر الداخلي الذي به نستطيع أن نلتقط من المسيح كل إيحاء. لو كان هذا المصدر سليم سنمتد وننمو ونسير في الطريق. الرب يجعلنا قادرين بالفعل أن نكتشف ذواتنا من الداخل لنستطيع أن نهذب مصباحنا يوما فيوم. ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. فصل شريف بشارة معلمنا يوحنا البشير بركاته علينا أمين. فقال يسوع لأولئك اليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. قالوا له: نحن ذرية إبراهيم ولم يستعبدنا أحد قط، فكيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ فأجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية، والعبد لا يثبت في البيت إلى الأبد، وإنما الإبن يثبت إلى الأبد. فإن حرركم الإبن صرتم أحرارا حقا، قد عرفت أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تطلبون قتلي لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: إن أبانا هو إبراهيم. فقال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. إنجيل هذا الصباح متصل بإنجيل قداس أمس. وقفنا في كلمة البارحة عند الفكرة الأساسية أو النقطة المحورية اللي بيدور عليها مفهوم الانتقال أو الارتحال على طريق الحياة الأبدية، اللي قدرنا نصوره بتصويرات مختلفة إنه هو طريق داخلي وليس طريق خارجي، وإنه لا يسع إلا الإنسان السائر فيه، وأنه يلزم لهذا الطريق أن يكون للإنسان كما للجسد عين يستطيع أن يتقبل بها النور ليرى الطريق،
وقلنا العين إذا كانت مريضة ما بتشوفش النور وتنفي وجوده، ويصير العالم ظلمة ولا يعلم الإنسان كيف ولا إلى أين يسير. كذلك الحياة الروحية والمسيرة على طريق الحياة بتحتاج قلنا إلى وعي روحي، مصباح الله المضيء داخل الإنسان الذي هو ليس من طبيعة الله ولكنه يستقبل نور الله. العين ليست من طبيعة النور، ليست من طبيعة الشمس، ولكنها إذا كانت سليمة تستطيع أن تستقبل النور وتستخدمه لمعرفة الطريق والتمييز ما بين الطريق الصحيح وغير الصحيح. فالاستنارة الداخلية أو الوعي الداخلي في الحقيقة وقفنا عنده في تحذير أخير للرب أنه انظروا لئلا يكون النور الذي فيكم ظلام. وقفنا حيارة في الحقيقة، يعني انتهينا عند النقطة دي، ولكن كيف السبيل؟ كيف نحول النور إلى نور ولا يتحول منا النور إلى ظلام؟ كيف نستخدم مصباح الله الضمير داخل الإنسان أو الجهاز كله الروحي اللي بيه بيميز ما بين الحق والباطل وما بين الطريق الصحيح والسليم والكلمة النافعة والكلمة المخسرة؟ ما هي الطريقة، ما هي الوسيلة التي بيها نجعل هذا المصباح الإلهي داخل ضمائرنا وقلوبنا وكلنا منير؟ قال إن العين لو كانت مضيئة ومفاسليمة الجسد كله يكون نير وليس فيه ظلم البت أو ليس فيه شيء من الظلم، لأن الأعضاء كلها تكون مستنيرة بالحق الإلهي وتستطيع أن تخدم الحق والنور. لا تعود بعد أعضاء تخدم الإثم ولكن أعضاء تخدم البر. الجسد يكون مستعبد للعمل الإلهي بدل أن كان مستعبدا للعمل المرذول. العين تظل ساهرة ليالي وطول العمر تقرأ وتعي كلمة الله عوض أن كانت تسهر لترى ما لا ينبغي أن يرى، ويضيع العمر في الفساد. كيف نحافظ على هذا المصباح الداخلي منيرا، أو كيف نحرره من الظلمة، أو بالتالي كيف نجعله سليم؟ هنا الإنجيل بيعالج ده بسرعة وفي نقطتين في غاية الأهمية والتركيز. بيكلم لليهود اللي أمنوا بي بيقول لهم إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. في الحقيقة ده أول مرحلة أو النصف الأهم من كيفية الاحتفاظ بالبصيرة الروحية أو بمصباح الله في الضمير مضيء ومنير، إنه يكون غير مستعبد، يكون حر. إزاي؟ وضحها وهرجع لها تاني. إن ثبتتم في كلامي، يعني إن ثبتنا في كلام المسيح وكان كلام المسيح هو كلامنا، يستطيع كلام المسيح إنه ينقلنا إلى معرفة كل ما للمسيح لدرجة أننا نصبح تلاميذ المسيح. ويكفي التلميذ أو غاية كفاية التلميذ أو كماله أن يصير كمعلمه، الإنجيل اللي قبل اللي فات. هنا التحرير بيقول إيه؟ وتعرفون الحق والحق يحرركم. وتعرفون دي هي في الحقيقة ما هياش مضافة، ده محملة على المبدأ اللي قبليها. المبدأ إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي فتعرفون الحق والحق يحرركم. هنرجع لها تاني، ده الجزء الأهم وهو ده اللي حطه في بداية معرفتنا كيف نحرر أنفسنا.
هم بقى حبوا يلاجوا المسيح زي ما كل شعب وكل انسان بيلاجوا. لما تيجي تكلم واحد كلمة صعبة اقول له فتح يا اخ وانا مين، انت ما شايفني مين، انا ابن فلان، انا من العيلة الفلانية. وان كانت دولة بتخانق دولة تانية تقول لها فتحي، ده انا الدولة اللي صفتي ونعتي، ده احنا الجنس الاري، ده احنا الجنس الالماني، ده احنا الجنس الساكسوني، وكل واحد يفتخر بجنسه، ده احنا الفراعنة. في الحقيقة ده ما يبررش ابدا او ما يوصلناش الى الحرية التي تؤهلنا لدخول ملكوت السماوات اطلاقا. ده ازدياد تمسك بالارض، اللي يتمسك بعيلته وببلده ولبصعيده وبجنسه وبلونه، ده بيزداد تمسك بالارض وتراب الارض. ده مش وسط التحرير للانسان، بالعكس دي عبودية في الحقيقة. فهم بيقولوا له لا، ده احنا ذرية ابراهيم على نفس المستوى، ولم نستعبد لأحد قط. شوفهم هو عاوز يوصلهم للسماء وهم عاوزين يدفنوا الأرض وينزلوا فيها. كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم. هنا بقى نقطة الاتصال ما بين المبدأ الأول والمبدأ الثاني. كل من يعمل الخطية فهو عبد الخطية. دخلنا للعمل. الأول كان فكر تثبتون في الكلمة، يعني إن كنتم إن ثبتتم في كلامي، يعني ده هنا تحرير فكر تحرير ذهن، وده الأول والأهم. تصيرون تلاميذي، ويكفي إن كنتوا تبقوا زيي، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمي. وفعلا غاية المسيح وأمله فينا أن نبقى زيه. ده قال كونوا قديسين كما أن أباكم في السماوات هو قدوس، كونوا كاملين كما أن أباكم في السماوات هو كامل. فدي غاية الله من إرسال ابنه، وغاية المسيح من ذبح نفسه أن نصير مثله. زي ما قال بولس أما نحن فلنا فكر المسيح. دي الغاية النهائية اللي يتمناها الله فينا، والتي نتمناها نحن من الله، أن يصير ذهننا أو فكرنا حسب فكر المسيح. ده مش ممكن إلا إذا التصقنا التصاق. يعني أنت شفت النملة وهي طالعة على الحيطة، لو أنت معك ميكروسكوب وتشوفها تتعجب. ممكن انت لو شفت عقربة تعرف بالظبط النملة طالعة ازاي، تنبش اظافرها في الحيطة وجزء من الظافر يدخل جوه الحيطة او يخربش في الحجر ويعافر فيه وتطلع ولا تقعش. في الحقيقة الانفت بالشكل ده يطلع الجبال ويطلع الحيطان الناعمة بالشكل ده، ده في الحقيقة مش ممكن نقدر يعني نبقى تلاميذ للرب. مش ممكن نبقى تلاميذ للرب إلا إذا كان كلام الرب ووصايا الرب بقت هي كل شيء ليا. يعني سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل، بتصورها كده زي واحد ماشي ومدور فانوس ومطيه وماشي خطوة بخطوة، والفانوس ده هو كلمة الله ما يقدرش يستغنى عنه أبدا. في كل خطوة وفي كل عمل الكلمة أساسية. التحرير الأول تحرير فكري، فقالوا له لا ده احنا أولاد إبراهيم. فاضطر بقى ينزل لهم على الوهط شوية وحب يوريهم أنهم ليساوا أنهم أولاد إبراهيم ولا عمرهم يبقوا أولاد إبراهيم. فقال لهم ما قال لهمش أنتم مش أولاد إبراهيم ولا حاجة في الأول. قال لهم الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية فعبد الخطية. أنتوا أحرار ما استعبدتوش لحد لأنكم أولاد إبراهيم، ولكن تنفعكم بإيه الحرية الأرضية؟ حرية الجنس، حرية الجسد والختانة تنفع بإيه؟ إما كانش عندك حرية عقل وفكر وإرادة يبقى ختانك غرلة، ختانك نجاسة، طهارتك نجاسة، فخرك خزيك. دول الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية فهو عبد الخطية. هنا دخل لنوع من العبودية أشد وأعنف ولكن أسهل في التحرر. يعني اللي بيعمل خطيه بيبقى عبد للخطيه، ولكن اللي يكون المصباح بتاعه مطفئ ده صعب جدا ننوره. يعني التحرير الاول هو تحرير الفكر، تحرير التصور، تحرير البصيره الداخليه، ده صعب. انما واحد بيعمل خطيه ده ممكن بكلمتين يسمعهم يعيط ويبكي ويتوب.
فهذا الأقل نزل لهم على الأقل عشان يوريهم أدي أمهم منحطين. قال لهم لا ده العبد، أنا بتكلم عن عبودية فعل الخطية، عبيد ولا أحرار؟ قال لهم ولاحظوا أن اللي بيعمل خطية بيبقى عبد، والعبد ده مش ممكن يقعد مع الحر، هو كده قانون العهد القديم، لا إيه لا تدع ابن الجارية مع ابن الحر، وافق ربنا كده وقال له كده ما تخليش ليش ابن الجارية يعيش مع ابن الحر، فمش ممكن العبد يقعد في البيت، قصده بيت الله، قصده بيت الله، والعبودية هنا عبودية الخطية، ورجع نورها بعد كده ان عبودية للشيطان. وهو قال مرة قبل كده ومرات ان مش ممكن نجمع ما بين الله والشيطان، لا يمكن ان نجمع بين كأس الرب وكأس الشيطان معا، ولا يمكن ان نكون تحت نير مع المؤمن مع غير المؤمن، ما نقدرش نجمع النور مع الظلمة، يستحيل تجمع الاثنين دول، يستحيل، اذا جه النور تنحل الظلمة، اذا انطفأ النور تعيش الظلمة. فقال لهم العبد لا يثبت في البيت الى الابد. لاحظوا انجيل المرة اللي فاتت كانت تأكيد باستمرار على النور والظلمة، والنور خلاها الاتحاد والاتصال بالله، والظلمة هي البعد عن الله. المرة دي جابها بصورة عملية قوي، الذي يعمل الخطية هو عبد، وعبد الخطية لا يثبت في البيت إلى الأبد، وإنما الابن يثبت إلى الأبد، بيتكلم على نفسه هنا الابن، الابن جابها بالألف لام، يثبت إلى الأبد. فإن حرركم الابن اللي هو هو بقى نفسه صرتم أحرارا حقا. الله ده هنا جه لمعنى حرية تاني غير حرية العقل، ده هنا يعني حرية، الحرية بالكلمة، هنا الحرية بالبنوة، طريق تاني أسهل وأجمل جدا. قال إن أنا كابن وحيد والابن ده وارث لأبيه، أنا هدي لكم بنوتي مجانا هبة، وأحرركم من العبودية. العبودية هي عبودية الطبيعة كلها، لأن الطبيعة المخلوقة عبد، عبد يعني نحن عبيد الله، ليه؟ لأننا مخلوقين. الملاك عبد لا تسجد لي، قال له بيسجد له صاحب سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي بيسجد للملاك، قال له لا لا تسجد لي أنا عبد مثلك، كل طبيعة مخلوقة هي عبد، ما فيش أبدا ابن إلا واحد وهو المسيح، دي الخليقة، ده الخالق للخليقة، الخالق المنظور والمرئي المتجسد، فقدامنا إنسان ولكن هو في الحقيقة إله، فهو ده الطبيعة بتاعته طبيعة خالقة، فهنا خليقة حرة ولها القدرة أن تحرر. هنا الحرية بقى حرية بنين، بيدينا غير حرية الفهم، حرية البنوة. قد عرفت أنكم ذرية إبراهيم، وأنا مش عارف أنكم ذرية إبراهيم، ولكن تطلبون قتلي لأن كلامي لا محل له فيكم، أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. ابتدى يكشف خالص بقى، ورى لهم إيه النية اللي داخل قلوبهم بسبب عمى العقل أولا، وبسبب تقيد الخطيئة أو القيد اللي بيربطنا بالخطيئة، الاثنين واعين فيهم كانوا اليهود في أيام المسيح، لا هم أمناء لكلمة الله فيكونوا متحررين بالفكر أو العقل، ولا هم بيعملوا حسب الوصايا فإنهم يعتبروا أبناء ولو بالاستثناء، يعني قال إيه من أجل آبائكم، من أجل آبائكم، من أجل داود كيت، من أجل الآباء، يعني جنس مختار من أجل الآباء، والآباء أيضا مختارين بنوع من الاستثناء المطلق، ولكن الاستثناء ده فقدوه لأنه ما عرضوش يعودوا في البيت، أحبوا الظلم أكثر من النور، وابتدوا يدوسوا الوصايا، وورى لهم قد إيه كم من الوصايا كسروها أثناء حديثه معهم 3 سنين. وهنا بيقول لهم كشف ضميرهم من جوه، هم كزين على أسنانهم وعمالين يفكروا في قلوبهم ازاي موتوه،
فقال لهم انتوا ولاد ابراهيم، طب انا ابن ابراهيم وانتوا جايين تقتلوني لاني بتكلم كلام من عند ابي من السماء وانتوا مش راضين تقبلوه؟ فاذا كنت بتكلم من الله وانتم رافضين كلام الله تبقوا في الحقيقه من ابن، مش هو ابراهيم. اتكلم بما رايت عند ابي وانتم تعملون ما رايتم عند ابيكم. اجابوا وقال له ان ابانا هو ابراهيم. فقال لهم لا، لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون عمل ابراهيم، انتم من اب واحد كما في الانجيل وهو ابليس. في الحقيقه التحرر الفكري واضح وبنتكلم عنه كتير، ولكن ده الاجابه عن السؤال المحير اللي وقفنا فيه عند انجيل امس اللي بيقول ايه، وانظروا لئلا يكون النور الذي فيكم ظلام. فمش ممكن هتمشوا على الطريق. واحنا حديثنا كله في هذا الصيام المبارك على المسيره الانطلاق على طريق الحياه الابديه، مستخدمين الصوم كوسيله لي او كاطار او كمجال روحي بيه نستطيع نتكشف الطريق اللي ماشيين له. طبعا وقعدت اقول من الاول الطائر المهاجر صايم ما بياكلش والا جسمه يتقل ما وصلش ابدا، فالسمانه وهي باديه الطريق بتبقى صايمه، تبتدي وهي صايمه تصوم عن الاكل والشرب وتبدأ 15 يوم ماشيه طايره لا اكل ولا شرب ولا ليل ولا نهار، والجهاز اللي جوه شغال عشان يوجه اتجاهها لتصل بسلام. هنا الجهاز هو ابتدى يكشف المسيح اللي احنا بنصل بيه الى ملكوت السماوات، تمام مثل الطائر. جهاز سري من لغايه النهارده ما حدش عارف ايه هو الجهاز ومكوناته عند الطائر اللي بيخليه يسافر، وليه يسافر، وهل هو بيحس فعلا انه لما يهاجر من البلاد البارده اللي فيها التلج بينجو فعلا، ولكن هل هو بيحس؟ هل هو خايف من الموت فبيهرب للبلاد الدافئه ويمضي الشتاء وبعدين يرجع تاني؟ ابدا مش خايف من الموت ولا حاجه، ولكن دي الغريزه. هذه الغريزه هي نفسها الموهبه المعطاه لينا اللي هو الحنين الى الله والحنين الى الوطن السماوي. ده موجود في الانسان، بيبان لما الانسان يعوج ويحوط طريقه بيبتدي على طول الرعبه تدخله، ولما يسمع كلمه الله يبتدي الحنين يدخل في جوه قلبه تاني انه عاوز ينطلق الى الوطن الافضل السماوي، ويشعر بانه غريب وانه مسافر وانه مهاجر. تمام تمام زي مثل الطائر. طيب فبقول عاوزين توصلوا لازم يبقى عندكم العين الرائيه التي تستطيع ان ترى في الظلام او تنير الظلام وتتجاوز العوائق لتصل الى الميناء بسلام. لازم الجهاز الداخلي ده يكون مظبوط. فهنا بقى في الانجيل بيشرحوا بوضوح الجهاز ده اتنين، حريه فكر، ودي ما تجيش الا بالكلمه. فان ثبتنا في كلمه المسيح يتحرر الفكر. يتحرر من ايه؟ من الانقسام ما بين الخير والشر وما بين الظلم والنور. اوحش ما هو زي ما قلت او ما اعرفش كتبت ويمكن هتطلع ولا طلعت، ان خطيه ادم بيقولوا انها هنا في الحنجره. لا اوعوا تغشوا، هي مش في الحنجره ابدا ابدا. وطلعوا منها الاسم اللي رايح من اللاتين دلوقتي اليوناني اللي هو الوجع او الالم او المرض الثامن يمكن في درجته اللي هو الحنجره، حنجراني. من الحنجره مالهاش دعوه، هي بالبلعوم الحنجره مالهاش دعوه خالص بالبلعوم، انما هي طلعت كده وبس. قال ايه الحته العقده دي اللي موجوده في الحته التنافسيه مش موجوده في البلع، فسموها الحنجره وسموا ان تفاحه ادم وقفت في حنجره ادم. لا ابدا، ده تفاحه ادم وقفت هنا في الجبهه دي اللي مدوره كده ولطيفه شكل التفاحه بالظبط. هي هو المخ، هي المعرفه المنقسمه، هي اللي دخلت الانسان وابتدى يعرف الخير والشر فينقسم بين الخير والشر، واذا انقسم بين الخير والشر يستحيل يثبت في الخير. فأصبح حين هو لا رجاء للإنسان بعد أن انقسم على ذاته ما بين معرفة الخير والشر اللي خدتها من آدم، لا رجاء إلا أن يتحرر من الخير والشر الاثنين، وابتدي يعرف الحق. الحق ما هوش خير، أعلى من الخير، الحق هو الله. فآدم انقسم ما بين
لما ترك الله وما سمعش وصيته فقد الصلة بالله، فانقسم ما بين الخير والشر. الخير هو العمل الإيجابي اللي وصل للحق. فتصوروا ان آدم اختار الخير عن الحق. طب ده انت بتاخد الحق وتتغذى به كل يوم من لدن الله. عجبوا الخير اللي هو حرية الإرادة في العمل، والعمل ممكن تعمل الخير وممكن تعمل الشر. بس انت لو عملت الخير مش ممكن تتخلص من عمل الشر، لان الخير مربوط بالشر واسمها معرفة شجرة الخير والشر. فخد من الثمرة اللي فيها المعرفتين ملتحمتين، فمش ممكن آدم يعرف الخير من غير الشر. فلما عرف الخير عرف الشر، فانقسم بين الاثنين. فجي هنا المسيح الكلمة، كلمة الله، الكلمة، الكلمة، كلمة الله المسيح هو من جوهر الله، هو صورة الله الآب. فهنا الأليثية الحق المطلق الذي لا يشوبه معرفة خير وشر، ده الحق اللي هو الأساس اللي قايم عليه أو الذي يقوم عليه، تقوم عليه معرفة الله. فالحق فالله شيء وفينا شيء آخر زي النور، الله نور، وإحنا مش ممكن نبقى نور ولكن ممكن ننير إذا كان الضمير وإذا كان الوعي الإلهي الداخلي سليم. فبياخد من النور الإلهي وتلتقي الشخص بيعمل أعمال صالحة فيمجد الآب الذي في السماوات ويصير نور. فليضوء نوركم هكذا أمام الناس يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ففي الحقيقة هنا الله نور، ده طبيعة، ما بناخدش الطبيعة، نحن لا نستطيع أن نتحول إلى طبيعة الله، ولكن نشترك فيها بأنها تدخل جوانا فتضيء ظلمتنا ونستطيع أن نضيء الظلم حولنا للآخرين. كذلك الكلمة حق، حق مطلق، ده طبيعة الله. صعب أن أعرف الحق أكثر من كده، طبيعة الله، جوهر الله الحق. طب وأنا أستطيع أن أنا أشترك في الحق، أستطيع أن أنا أتحول إلى الحق بعد ما عرفت الخير والشر؟ قال لا، ولكن تستطيع أن تستقبل الحق زي ما العين بتستقبل النور دون أن تتحول إلى نور، فتنتفع بالنور جدا وكأنها تضيء لك الطريق. فالحق الإلهي بيوصل لينا ونصير شركاء فيه دون أن نتحول إليه بواسطة الكلمة. كان العهد القديم الوصية، والعهد الجديد كل كلام المسيح، كل وصايا المسيح تثبتون في كلامي. هي في الأصل لغز مفرد، ولكن ما قدرش هو يترجمها للعربي، إنما في اليوناني تثبتون في كلمتي، إنما هي بتيجي أفضل كلامي، تثبتون في كلامي. فبالحقيقة تكونون تلاميذي، تلاميذي يبقوا إيميتيت، يعني بتبقوا يمشي خلف المسيح خطوة خطوة. التلميذ يتبع سيده، ولكن عنده إمكانية أنه يبلغ إلى أن يأخذ صورة معلمه ويكون صورة، بس صورة للكمال مش هو الكمال. فالحق الإلهي اللي هو الطبيعة الإلهية اللي هو الجوهر الإلهي، تتصوروا أنه معروض علينا ليصير في داخلنا أداة ووسيلة أن احنا نصل بيها إلى الله، إلى الحق. إيه هو؟ كلمة الإنجيل، الإنجيل اللي في جيبك، الكلمة اللي بتقراها دي منبثقة من جوهر الله، دي كلمة المسيح. إذا ما سبت بيها زي ما قلت زي الأنفذ اللي بينفق في الصخرة أو النملة اللي طالعة على الحيطة، ومسكت أوى أوى بالكلمة بتتحول فيك، تجدد ذهنك فتصير خليقة أخرى، فتصير شريك في الحق الإلهي، شريك يعني في الطبيعة الإلهية عن طريق الكلمة. الكلمة تصير في عقلك
كأنها عقلك تتكلم بكلام الله كأنك أنت مرسل من الله، مع أن أبدا هو بس الكلمة سكنت فيك. بيقول لهم أن كلامي لم يجد له فيكم محل، لأن كلامي لا محل له فيكم. إذا الكلمة المسيح وجدت لها محل اسكيني خيمة تخيم فيها زي البرية بالضبط لما نزل في الخيمة، لو لقى المسيح مكان يخيم فيه في عقلنا وفي وعينا جوانا بيثبت فينا ونثبت فيه ونتحول من خليقة فانية بائدة شريرة إلى خليقة قابلة أن ترث المجد وتصير حرة كالابن. فهنا التحرير الأول تحرير ذهني. ده بقول أنا الرد على سؤال امبارح، إزاي نبقي على النور اللي فينا دون أن يشوبه ظلمة؟ الكلمة الإنجيل أساسي، لا قراءة أبدا، مش قراءة فقط. ولكن اسمعوا تاني، إن ثبتتم في كلامي. الكلمة دي غالية جدا، أجيبها منين؟ أجيب لها معنى أقوى منين؟ إن ثبتتم في كلامي تصيرون تلاميذي. ولكن أرناه بس ما نثبتش، وإن ما ثبتناش ما نبقاش تلاميذ. الإنجيل لغاية النهاردة مقروء، ولكن كلمة المسيح لم تثبت بعد. الثبوت اللي بيها تستطيع أنها تأخذ حريتها فينا لتغير تغير من مبادئ وأفكار وإرادة، تحول الإرادة المغلولة والفكر المغلول بالخطية والتصور المغلول بالخطية إلى فكر متحرر يستطيع أن يحلق كطائر في جو الله بالكلمة. الكلمة تصير كجناحين للعقل، يطير ويتأمل ويفرح الليل والنهار وما يحطش أبدا، لأنه مسافر ومهاجر. لو حطت السمانة في السكة تنزل في المحيط، تنزل في البحر وتموت، لغاية ما توصل إلى شاطئ السلام تقدر تنزل. فإحنا مرتحلين ولا رجاء لينا أن نجد لينا على الأرض موضع زي حمامة نوح، مش ممكن أن نجد لينا أبدا في أرض الغربة مكان راحة إطلاقا. فهي رحلة مستمرة، لذلك لن ينقذنا إلا كلمة الإنجيل. هو ده الجناح القوي اللي بيه العقل يفضل طاير الليل والنهار دون أن ينجذب إلى الأرض فيضيع. رحلتنا مستمرة الليل والنهار. صحيح في الأربعين المقدسة بتتصور الرحلة زمنيا بأربعين يوم، وبنتصورها يعني في صورة مصغرة، ولكن احنا كرهبان مفروض فينا الأربعين يوم ده هو ده العمر. ما يصحش، انتوا فاكرين الراهب اللي مسك بتاع طبلة وقعد يمشي في الاسقيط يا أبهات فطلعوا من الألال، ايه يا ابني؟ قال الصيام الكبير دخل. قال له امشي روح قليتك، ايه اللي جابك في الاسقيط بتاعنا؟ واحنا عندنا صوم وفطار؟ ما هو الأربعين مقدس هو العمر كله. كان راهب جديد زينا وايه ومبسوط قوي ان الأربعين جات هيصوم كويس، انما الشيوخ كانوا صايمين على طول. المسيحي صائم مش ضروري بمفهوم الاكل والشرب، صائم لانه مهاجر، صايم عن شهوات وصايم عن مجاذبات هذا الدهر القادرة انها تحني الانسان الى الارض مرة اخرى لتفنيه تحت التراب. لا، احنا محلقين ومهاجرين. فالتحرير الاول قدمه المسيح لنا تحرير فكري، وده مهم ما تتصوروش. طالما العقل ما هواش متحرر بالكلمة على طول الإرادة ضيعة، وبعدي على طول الجسد في جحيم والأعضاء مستعبدة. التحرير الثاني اللي بيتك عليه المسيح اللي هو تحرير الابن، بس الصلة بين الاثنين، قال لهم كل من يعمل خطية فهو عبد الخطية. نستسمح مستمع هذا الشريط أن يكمل الاستماع إلى هذه العظة على أول الشريط التالي، وهو الشريط الرابع من مجموعة عظات الصوم الكبير لعام 1981.